بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، كان نرحب بكم في القناة ديالكم إن شاء الله في إطار سلسلة ديال الأطفال. غادي نقدم لكم إن شاء الله واحد الكيك صغير عامر بالشوكولا الوسط إن شاء الله الرحمن الرحيم، كيجي زوين للأطفال ديالنا بإذن الله. غادي نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقة باش غادي نجزوا هذا الفيديو إن شاء الله، ومرحبا بكم. يلا مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا الكيك ديالنا الرائع اللي غادي نصوبوا لكم اليوم. غادي نديروا المقادير هما كالتالي ان شاء الله. المقادير ديالنا غادي يكونوا كالتالي: غادي يكونوا واحد 190 غرام ديال الدقيق، واحد 7 غرام ديال الخميره، واحد 2 بيضات، واحد 80 غرام ديال الزبده، عندنا السكر ايضا 90 غرام ديال السكر، وعندنا الحليب غادي نديروا الحليب واحد 120 غرام، شويه الملحه، شويه الفاني ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبطبيعه الحال هذا الكيك ديالنا غادي نديروا فيه الشوكولا لايكا كريم ديال الميشوك ان شاء الله الرحمن الرحيم. الداخل ديالها غادي تجي رائعه باذن الله. مرحبا بكم، ننطلقوا ان شاء الله نصوبوا الوصفه ديالنا. جوج بيضات هما غادي نديرهم باش نطربوهم شويه، نطربوا السكر ديالنا والبيض. اللي كيجي رطب وكيقدر يبقى لنا لمده ان شاء الله. الاطفال ديالنا نقدروا نصوبوا منه عدد كميه كبيره ونديروها في كونجيلاسيون، وكل مره نجبدوا جوج بياسات ولا ثلاثه نديروهم في بلاستيك اللي غادي نعطيو فيها للدري ديالنا هذا الكيك اللي غايديه مع المدرسه، وان شاء الله غادي يبقى دائما طري كانه صوبتيه في النهار ديالو. نضيفوا الزبده غادي نضيفوا الفاني، ونضيفوا الملح، ونضيفوا الحليب، الله غادي نخوي الخميره ديالنا ها هي، وغادي نبداو نضيفوها شويه بشويه، نضيفوا الفرص ديالنا على الخليط ديالنا هو، ونخلطو. غادي نضيفوا المتبقى ان شاء الله، هانتوما كتشوفوا العجينه ديالنا، ما غاديش تكون عجينه قاصحه وما غاديش تكون عجينه جاريه بزاف، ديالها متوسط، والتخلاط ديالها خصو يكون تخلاط مزيان باش جميع الاشياء اللي درناها تندمج مع بعضياتها باش نحصلوا على نتائج ان شاء الله مزيانين. ها هو شفتوا هنا فوسط الدويليه ديالنا، فوسط البوش ديالنا هكا ان شاء الله. حنا دروكا درنا يعني الكيك ديالنا في البوش، غادي ندير واحد الكميه لتحت، هانتوما غادي نوريكم شحال درنا لتحت، هانتوما شفتوا شحال درنا، يعني ما وصلناش النص. هنا ضروري نديرو بحال هذه الطريقه باش نديرو الشوكولا ديالنا ديال الميشوك لايكا كريم، نديروها الوسط. هاد الشوكولا اللي المذاق ديالها رائع، كنضربوا بها بحال هكا هنا باش ما نعطيوش الفرصه للشوكولا باش نزل لينا لتحت. غادي ناخذوا الشوكولا، غادي ناخذوا واحد معلقه هكا، جوج معالق كاع، نديرها في الوسط هانتوما هكا في الوسط ديال الكيكه الصغيره ديالنا،
هذه راه كتجي رائعة رائعة بمعنى الكلمة، شهجة طوب. كما كتشوفوا اننا الشوكولات كنجيبوها في الوسط ديال سميتو باش يعني الاطفال ديالنا تكونوا عندهم اللذه زوينه ملي كياكلوا هذا الكيك، ملي كياكلوه حتى كيوصلوا لديك الشوكولا اللي كتجي كريمي، كتجي بالكود نوازيت. تبارك الله، شي حاجه طوب ان شاء الله. غادي ناخذوا، شوفوا هنا غادي نديروا هذه العمليه، اننا غادي نديروا بحال الورده، غادي نسدوا الجناب بحال هكا هاكا شتو، كنبداو من الجناب ونسدو على هذا الشكل ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنبداو من الجناب ونسدو هاكا على شكل ورده. علاش كنبداو من الجناب؟ باش الشوكولا ديالنا ما بغيناش تخرج من الجناب. ها هو الكيك ديالنا، وهنا غادي ندير واحد الاضافه جميله جدا ان شاء الله، غادي نديرها لهذا الكيك ديالنا باش يكون عنده واحد المنظر رائع وزوين. ناخذ واحد الكعك ديال الطياب، غادي نديرو فيه واحد الشوكولا، واحد شويه الشوكولا كريمي لايكا كريم، غادي نديرها في هذا الكورنا ديالنا بحال هكا. ونشدو هاد الكورنا ديالنا، ناخدو كورنا بحال هكا، نديرو هاكا. هانتوما شوفو معايا هاد اللعيبة، إن شاء الله تعجبكم وتعطي واحد الجمال للكيك ديالنا. نينوه بحال هكا غير بالطريقة باش نجروه هكا، نجروه ملي نخويوه ما غاديش، ملي كنجروه ما كنخويوش مازال، كنديرو غير هكا نجروه هكا باش نعطيو هاد الشكل هكا. وغادي مع الطياب غادي تغير الشكل ديالو. حنا غادي نديوه للفران، الفران ديالنا غادي نديروه بطبيعة الحال في درجة الحرارة 180 بلا ما نشعلوا الفرفاره، ما نخليو الفرفاره بلاش، ونقادو هاد الكيك ديالنا هكا. هنا ما شعلناش الفرفاره، درنا درجه الحراره تقريبا 180 190، غادي نديروها في 180 هكا 180 ان شاء الله الرحمن الرحيم بلا فرفاره، ونخليو الكيك ديالنا باش يطلع يجي زوين ان شاء الله. مرحبا، غادي يعني الكيك ديالنا ها هو طيب، هانتوما كيجي كيجي رائع رائع. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوه، غادي يعجبكم. غادي ناخذوا هذا البلاستيك سبيسيال فهادي، فاش غادي نبداو نستفو غادي تشريوها، راه كتباع باكيه بحال هكا، باكيه كيكون فيها تقريبا 50 بياسة، 50 بياسة ديال هذا البابي ديال البلاستيك، كتجي بحال هكا ها هي، كتكون عندها السداده مضوبليه، السدادة ديالهم دوبلية. كنقدرو نديرو فيها الكيكات ديالنا، نديرو فيها عدة كيكات في المثال أو 4 د البياسات كاع تقريبا على الأقل، بحال هكا 4 ديال البياس، نقدرو نديرو حتى 6 ديال البياسات بحال هكا، ونسدوها بهاد الطريقة إن شاء الله. هاهي كنديروها في كونجيلاتور، وقت ما بغينا المادلين ديالنا كنخرجوها، يعني لوليداتنا ان شاء الله الرحمن، ان شاء الله كنخرجوها وكنديرو، كنعطيهم لنا جوج حبات او حبه واحده يوميا. غادي ناخذوا واحد الحبه نشوفوها كي كتجي من الوسط، ها هي غادي نشوفوا الكيكه ديالنا كي كتجينا من هذاك الوسط فاش درنا الشوكولا ان شاء الله.
منها غادي غير شتوها كتجي ان شاء الله رائعه رائعه. الشوكولا ديالنا ها هي كتجي هائله ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الكيك ديالنا الصغير اللي عامر بالشوكولا الداخل ديال الميشوك لي كريم ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق باش تصوبوا بحال هذا الكيك لوليداتكم. هذا نبقى نديروه في هذه البواط بحال هكا اللي كيتسدوا مزيان، وكنديروهم في الكونجيلاتور ديالنا، غادي يقدروا يبقاو عندنا وقت ما بغينا كنخرجوا كيكه بحال اليوم. الغد ليه كنديروها لوليداتنا في شي بلاستيك او شي حاجه وكنعطيوها ليه كيديها معاه وكياكل حاجه صحيه ديال المنزل اللي صوبنا بيدينا وعرفنا اشنو صوبنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.